أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة الافتتاحيات المغلقة اللي بنعني بيها أي افتتاحيات لا تبدأ بتحريك بيداء الملك. فكرة هذه السلسلة إنك تتعرف على هذه الافتتاحيات وعلى أفكارها وعلى نقلاتها المميزة، وإذا وجدت إن هذه الافتتاحيات بتناسبك سواء بالأبيض أو بالأسود فيمكنك مشاهدة فيديوهات متخصصة في هذه الافتتاحيات أو تفريعاتها، وكذلك رؤية أدوار كتيرة بيلعبها الجراند ماستر بهذه الافتتاحيات وتفريعاتها المختلفة. ودلوقتي تعالى نشوف أحد الفيديوهات. فيديو رقم 11 دفاع هندي الملك. أهلا بكم يا أصدقائي في هذا الفيديو عن دفاع هندي الملك اللي بيبدأه الأبيض بدي 4 وبيرد الأسود نايت اف 6 سي 4 جي 6. كتير بيعتبروا ان هذا الوضع هو الوضع المميز لدفاع هندي الملك، ولكن في معظم التفريعات فيما عدا واحدة هي اللي بتبدأ من هذا الشكل. واعتقد ان الشكل المميز لدفاع هندي الملك هو بعد هذه النقلات، بل يمكننا ان نتقدم خطوة للامام ايضا بلعب الاسود دي 6، وده هو الشكل الصحيح في رأي كثيرين لبداية تفريعات دفاع هندي الملك. ممكن نلاحظ هنا ان الاسود له دفاع صلب جدا عن جناح الملك، ولما بيبيت في جناح الملك بيصبح في منتهى الصلابة. ولكن لاحظ ايضا ان مفيش اي قطعة او بيضة قد تعدت الصف السادس، ولذلك الاسود بيمارس هنا دفاع سلبي للغاية. وفكرة الاسود هي السيطرة على الوسط بواسطة القطعة الصغيرة، ثم فيما بعد بناء دفاع صلب حول ملكه، ويستطيع منه محاولة القيام بلعب مضاد بالبيادق اللي بيدفعها للأمام، إما بواسطة E5 أو في كثير من الأحيان يمكنك أن تراه يلعب C5 أو حتى B5، وكل ده بيعتمد على نوع التفريع. ولذلك لا أنصحك إذا كنت لاعبا هجوميا شرسا أن تلجأ إلى هذا الدفاع بالأسود، لأنك ستقضي طوال الدور بصفة أساسية وفي غالب التفريعات في التفاعل مع النقلات والخطوط اللي بيختارها الأبيض، ولن يكون لك أي وقت عشان تقود مسار الأحداث، بل بتترك القيادة للأبيض اللي هو بيختار اتجاه الدور. بالطبع هيكون لك اختيارات عديدة اعتمادا على نقلة الأبيض، ولكن بشكل عام فإنك ستعتمد على ما يلعبه الأبيض وستكون أنت رد الفعل فقط. على أي حال دفاع هندي الملك ده دفاع صلب جدا وفي منتهى القوة بالنسبة للأسود وبيناسب اللاعبين الهادئين. ودلوقتي يلا نستعرض بعض التفريعات اللي يمكن أن نراها في دفاع هندي الملك. التفريع الأول بتشوفه كتير بين اللاعبين اللي بيفضلوا تنشيط الأفيال بسرعة، وبيسمى تفريع أفرباخ، وبيبدأ بالنقلة بيشوب E2، ودي نقلة منطقية جدا، والفيل قطعة هامة للأبيض، ولكن كنا نراه فيما سبق بيذهب إلى مربع C4 عشان يهاجم مربع F7 الأسود الضعيف. ولكن الأبيض هنا بيفضل تعبئة الفيل من E2، وزي ما قلنا في معظم التفريعات بيقوم الأسود بالتبييت في جناح الملك لكي ينشئ دفاع صلب جدا حول الملك هناك. وهنا أيضا بيسير الأسود حسب ما يراه من نقلات الأبيض اللي بيواصل في هذا التفريع ببيشوب G5. وزي ما انت شايف هناك الكثير من الاعتماد على ادخال الافيال للعب في بداية الدور عشان تضع ضغط على موقف الاسود. والاسود هنا له قليل من الخيارات، وبصورة او باخرى فان الاسود هيقوم باللعب المضاد في جناح الوزير، وده بيحدث كثيرا في دفاع هندي الملك. يعني الاسود بيقيم دفاع صلب حول ملكه، ثم بعد ذلك بيحاول أن يقوم باللعب المضاد وتقديم بيادقه في جناح الوزير. إذن في العديد من الحالات هتشوف الأسود بيلعب نقلة زي C5، ودي بتضع ضغط على وسط الأبيض، وبالطبع الأبيض لن يفرط في سيطرته على الوسط ويكسر البيادق، ولذلك في معظم الأوقات بيرد بتقديم البيدق إلى D5. وبالطبع إذا رد بتكسير البيادق فده هيكون وضع مريح جدا بالنسبة لنا، عشان فكرتنا هي أولا بناء دفاع قوي حول الملك، ثم محاولة عدم ترك السيطرة على الوسط للأبيض.
ولكنك إذا لعبت مع أحد الخبراء في دفاع هند الملك، أو إذا كنت أنت اللي تلعب بالأبيض، فيجب أن تقدم بيدقك إلى الدي 5، وده بيتيح لك الاحتفاظ بالسيطرة على الوسط، وفي نفس الوقت لا تمنح أي فرصة للعب المضاد للأسود. الأسود من هنا هيبدأ في إدخال الحصان للعب، ومن المهم جدا إنك تعرف أين يجب أن تضع حصانك. الأسود بيخرج بحصانه إلى الإي 6، ومن هناك بيستطيع نقله إلى السي 7، علشان يمكنه من هذا الموقع تدعيم تقديم قطعه وبيادقه للأمام، وبيقوم ببعض الهجوم المضاد مثلا على مربع بي 5. بالإضافة لذلك يجب أن تضع في ذهنك أنك إذا أردت أن تضع حصانك على الدي 7 ثم تنقله إلى مربع بي 6، فإن ده هياخد منك كتير من القوة، ولن تستطيع بعد ذلك دفع بيضك بي للأمام، كما إنك بتغلق طريق فيل سي 8 إلى جناح الوزير، وبذلك بتحرم نفسك من اللعب المضاد هناك مع تقييد حرية دفعك للبيادق للأمام. ولذلك يجب أن تضع في ذهنك بصفة عامة، أو عندما تدخل في هذا التفريع بصفة خاصة، إنك تعرف أين يجب أن تضع حصانك بالضبط. إذن في هذه الحالة يمكننا أن نواصل بوضع الحصان على الـ A6، ورد المنطق للأبيض هو وضع حصانه على الـ F3، ودي نقل التعبئة جيدة، وفي نفس الوقت بيستعد للتبييت في جناح الملك لتأمين ملكه. وهنا زي ما قلنا من قبل، نقدر نيجي بحصاننا إلى C7، وهنا الأسود له عدة نقلات، زي تقديم بيضة A6 أولا لوضع دفاع إضافي لما ندفع بالبيضة إلى B5، وكمان يمكنه أن يأتي بالرخ إلى B8 لوضع ضغط إضافي عندما يدفع بيدقه إلى B5. وده كان التفريع المسمى تفريع أفرباخ. يلا نشوف عدة تفريعات أخرى يمكن أن تراها عندما تلعب دفاع هند الملك. التفريع القادم بيسمى تفريع الدفاع التقليدي، اللي يمكن أن تراه كثيرا في دفاع هند الملك. وبدل من إدخال الأفيال للعب من البداية، بيحرك الأبيض الحصان إلى F3، ودي نقلة منطقية، وخاصة بالنسبة لبعض لاعبي الأبيض اللي مش معتادين على اللعب أمام دفاع هند الملك، وبيلجأوا للمنطق في تعبئة قطعهم. إذن النقلة الأولى هي نايت F3، وهنا أيضا بيواصل الأسود بالتبييت في جناح الملك. ودلوقتي الأبيض يمكنه لعب فيله إلى الـ E2، مش علشان إنه بيرغب فقط في إدخال الفيل للعب، بل علشان يستعد للتبييت في جناح الملك. وهنا يقدر الأسود إنه يبتدي في تقديم بيادقه مثلا إلى E5 عشان يهاجم الوسط وينافس سيطرة الأبيض عليه. وهنا الأبيض بيواصل بالتبييت في جناح الملك، والأسود بيرد بوضع حصانه على C6. زي ما انت شايف ان التفريع ده مختلف كثيرا عن تفريع أفرباخ السابق اللي كنا بنتكلم عنه، لان بما ان اللي دينا الان بيضة على E5 بدل البيضة اللي كان على C5 في التفريع السابق، فاننا في هذه الحالة نقدر نيجي بالحصان الى مربع C6، واحنا دلوقتي بنهاجم بقوة من اجل السيطرة على الوسط، بينما في التفريع السابق كنا بنهاجم بصورة كاملة في جناح الوزير. في هذا التفريع احنا بنبحث في الحقيقة عن السيطرة على الوسط اولا قبل ما نبدأ بالهجوم المضاد في اي مكان، ولهذا السبب وضعنا الحصان على C6 اللي بيضع ضغط اضافي وكذلك دفاع عن بدأنا اللي على E5، وفي نفس الوقت بنهاجم بيضة D4 الابيض. ده كان التفريع التقليدي اللي يمكن انك تراه في دفاع هند الملك، واللي كتير من الاحيان هنا بيبدأ الأبيض في الهجوم في جناح الوزير، وكذلك في كثير من الأحيان ممكن الأسود ينقل حصانه مثلا إلى الـ E7 ثم يبدأ في اللعب في جناح الملك. كل ده بيعتمد على النقلات اللي بيعتمدها الأبيض. فإذا مثلا أراد أنه يقدم بدءه إلى الـ G5، فإن الأسود بينقل حصانه إلى الـ E7 وبيبدأ في اللعب المضاد في جناح الملك. إذن من المهم جدا أنك تعرف أين تضع حصانك وإلى أين تريد أن تذهب به. ولذلك فإنك عندما تريد التراجع بالحصان، فإنك لا تريد أن تتراجع به إلى B8 أو مثلا إلى A5، ولكن عندما يختار الأبيض لاعب B5 فإنك ستقرر الهجوم في جناح الملك،
ومن المهم أن تضع ذلك في ذهنك. ده كان التفريع التقليدي، ودلوقتي تعال نشوف بعض التفريعات الأخرى. التفريع القادم هو تفريع ساندويتش، واللي بيبدأ في الأبيض بوضع البيضة على الإف 3، وده تفريع شرس للغاية بالأبيض. ممكن إن إحنا نستنتج من هذه النقلة إن الأبيض عاوز يبيت في جناح الوزير، وبالطبع فإن نقلتنا المعتادة هي التبييت في جناح الملك. في الحالات اللي بيتم فيها التبييت في الجهة المعاكسة، بيقوم الأسود بالهجوم في جناح الوزير، بينما يحاول الأبيض بطريقة أو بأخرى الهجوم في جناح الملك. إذن نتوقع من هنا اللعب الشرس والعنيف من كلا الجانبين. على أي حال، بعد التبييت في جناح الملك، أصبح الأسود له موقف صلبي جدا في هذا الجناح، ويمكنه أن يبدأ في الاهتمام بالهجوم في جناح الوزير، لأن الأبيض أوضح إن هو هيبيت في جناح الوزير وهيهاجم في جناح الملك. ومن هنا ممكن يكون فيه العديد من التفريعات المختلفة، ولكن هنركز على إحداها وهي الأكثر شهرة، وبتبدأ بوضع الفيل على الإسري. بالطبع الأبيض عاوز يبيت في جناح الوزير، ولذلك بيبدأ بإخراج فيل المربعات السوداء ويليه بالوزير، ولذلك في كثير من الأحيان بيأتي بالفيل إلى مربع الإسري، والأسود هيرد بالسي 5. وبالطبع الأسود مش مضطر إنه يلعب هذه النقلة، ولكن هذه النقلة بتؤدي إلى جنبيل قوي وبتستحق الدراسة. بالطبع لو كنا بنلعب بالأسود هنخسر مادة، وفور أن يأخذ الأبيض ونعاود الأخذ، وبعد تكسير الوزيرين هياخد الأبيض بيضة سي 5، وهنا نستطيع أن نأتي بالحصان إلى سي 6، ودي نقلة تعبئة جيدة، وفي نفس الوقت بنحتاج لحماية بيضة اي 7 اللي بيهددوا الفيل الأبيض اللي على السي 5. وهنا بنلاحظ إننا بنتحكم في عمود الدي، وبذلك بنضع ضغط على مربع دي 4 الهام بالنسبة للأسود، وكمان لنا عدد القطع المعبأة أكتر من الأبيض، وأيضا يجب ألا ننسى إن لدينا ملك مؤمن تماما. وبالنسبة للأبيض ملكه ليس كذلك، وبيحتاج لغلق عمود الدي قبل ما يقدر يتمكن من التبييت في جناح الوزير. ولا شك إن كل هذه المميزات بتكافئ التضحية بالبيضة اللي قام بها الأسود، واللي حصل بعدها على دور شرس للغاية. ولذلك إذا دخلت في تفريع ساندويتش وتريد الحصول على دور شرس، فإنني أرشح لك هذا الجنبيت لكي تكمل به التفريع. ده كان تفريع ساندويتش، ودلوقتي تعال ننتقل إلى تفريع آخر بيسمى تفريع الفيونكا، وبنراه كثيرا في أدوار لاعبي القمة. الأبيض في التفريع ده بيبدأ بوضع حصانه على الـ F3، وكلا الطرفين هيقوموا بفيونكة الفيل من جناح الملك، وبعد عدة نقلات هيقوم الأسود عادة بلعب الـ D6، وبيرد الأبيض بالتبييت في جناح الملك. وهنا بنلاحظ إن الطرفين لهما ملك مؤمن جيدا في جناح الملك، وفي نفس الوقت الأبيض له تحكم قوي جدا في الوسط لوجود بيدقي D4 وC4 هناك، ولذلك بيرد الأسود بلعب حصانه إلى D7، لأنه عندما يقرر تقديم بيدقه إلى D5 أو إلى C5 فإنه بيحتاج لوجود الحصان اللي بيدعم هذا التقدم من مربع D7. في الحقيقة الأسود ابتدى الدور ولعب بسلبية، ولذلك يحتاج الآن إلى الهجوم المضاد عشان ينافس سيطرة الأبيض على الوسط. إذن دي بعض التفريعات اللي ممكن نحن نشوفها في دفاع هند الملك، اللي إذا عجبتك أفكاره يمكنك أن تقرأ كتابا يتحدث عنه، أو تشاهد بعض الفيديوهات المتخصصة، أو تشاهد وتحلل أدوار للاعبين أقوياء يلعبونه. والآن لا يبقى سوى أن أقول إلى اللقاء في الفيديو الأخير من هذه السلسلة، وهو عن دفاع النمزو هندي.